Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells. Jingle bells. Jingle bells. Jingle bells. صباح الخير. صباح النورجد. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. منيحة. هالأسبوع بدنا نكفي أكلة العيد. كريسماس. اليوم عنا فويتة وعنا كيش. هول كلهم ضمن الكتالوج كمان تبع فلور ديليس. امبارح عملتوا داند؟ امبارح حلقة بتعقد كانت. عملنا داند اورينتال وبكرة عنا حلقة داند كمان فريكي مع تروفي. مع تروفي. بكرة هون ولا لا؟ أنا مش هون. أوكي نعمل لك حبشة صغيرة بكرة عليك. باخذها معي بعدين. هلا اليوم نحن شو رح نعمل؟ رح نعمل نوعين يعني حشوتين. حشوتين. وحدة بالبات بريزي. أيه. اللي انا جايبها معي خالصه اللي هي كيش على جريك رح تكون تقريبا كل العالم بيشتروا البات يعني بما انه بالبيت ما رح تنعمل وما رح تزبط وبدهم عجينه وبدهم رقيقه وبدهم فالاحسن تنشرها خالصه اذا بدهم يعملوا هن بالبيوت. فسر لنا جاد لما يمكن ناس اول مره بدهم يشتروا البات بريزي صح. كيف بيتصرفوا مع البات يعني هي شلناها من الفريزر قبل بقد ايه بدنا تنشال الاحسن تنشال من الفريزر على البراد قبل بليله اوكي هيك بتحل على رواق لحتى ما تعلى حرارتها برات البراد ثاني نهار قبل بليله بنشيلها من الفريزر بنحطها بالبراد بنحطها الاحد بالبراد نجي الثاني الصبح بنشيلها بنرقها دجا رقينا بكونوا بس ايه لانه اوقات ببيعوها في منهم بلوكات كمان صح بدها تنرق مع شويه طحين وفي كادريت هلا صاروا ستانلس كمان بينبيعوا بالسوبر ماركت لتنحط بقلب هيدا ترجع تنحط بقلبه بيتقطع الحرف الزايد بدها تتقل بنحط فينا نتقلها يعني فينا ناخذ مثلا حمص نحطهم بكلينك فين بنتقلهم بقلبها ليش لحتى ما يرفخ الباز تبعها بنريحها وبنرجع نطبخها بالفرن بتكون خلصت قد ايه وقت تقريبا بدها تنطبخ شي 25 مينوت ليش 25 مينوت لانه هيدي نص طبخه 25 اللي هي بتصير هيك يعني بين الفا وال25 اذا ملاحظتيها بعدها بيضة بيضة رح تاخذ لون الاشقر بالفرن لانه رح نفوتها بعد شي ربع ساعه اوكي ما بنحطها كثير لكيف ايه لا اكيد نص طبخه ثلاث ارباع طبخه لحتى تشد العجينه من 20 ل 25 دقيقه بس نحط الاباراي والبيض والكريم بقلبها ما تفرط ما تفرط وما تش كمان كرمال هيك ما هي رح تفرط لان رح تش طيب هلا نحن اللي رح نعمله هو شو رح نطبخ اول شيء الابينات ليش كيش على جراك لانه اخذين الانجريدينز اللي بيستعملوا بالمطبخ اليوناني حاطينهم بقلبها اللي هو الفتا الصنوبر الزيتون دراي توميتو سبانخ هولي كلهم رح نستعملهم بقلب الكيش حطينا شوية زيت زيتون رح بلش أنا بالأبينار ليش؟ لأنه بدي إياهم يسقعوا بدي أطبخهم ملح وبهار نحطهم بالصحن بسقعوا نرجع منكون بلشنا بالسبريد تبعه بهالوقت كمان شو رح أعمل؟ أنا رح أكل هيدا الكيس هون عندي كريم تشيز أوكي هذا الكريم تشيز رح نحطه بكعب التارت حتى ما تطلع ناشفة التارت أوكي تطلع نعبيها بالكيس مزبوط أهين ليش أهين؟ لأنه إذا بد... بعض. بيطلعوا قد بعض من ميلي ومن تاني ميل إذا بدنا نشد كتير نحن عم ندهنها بكاوي نكسر ينكسر صح فأحسن ندهنها بهيدي وبلا ما تنكسر ونعمل وجهة الراس كلها صح أوكي هون شو رح أعمل؟ والبيبي هولي ولاد صغار ولاد الصغار هون هلا انزق رح نطبخهم تيدبلوا انزق دقيقه بس حتى هلا اذا بتلاحظ الفوليوم قد ايه رح يخف نعم تبعهم هلا بمجرد ما بنقلبهم دغري بيخلصوا دغري بس يشوفوا الحراره العاديه حطيت ملح هلا رح نحط ملح رح نحط ملح هولي كمان مثل ما قلنا امبارح كنا عم نحكي انا ومشال على الكتالوج صح نوصل لمرحله بالاوردرز نحن بفلور دوليس ما يعني بنوقف ايه بنوقف ناخذ اوردرز لنقدر نعمل كنترول على كل طلبيه عم تطلع اوكي فالافضل المشاهدين يطلبوا على بكير طلبياتهم احسن ما يتاخروا بطلبياتهم
اوكي هون لكان بكير احسن ما يتاخروا احسن ما يتاخروا ونحن نتاخر نتاخر اوكي هون الابينار انزق بعد 10 ثواني راح نشيلهم اوكي ها هي الابينار خلصت هلا راح نفلشهم ونحطهم دقيقه بالبراد حتى اوكي نحطهم بقلب ليه ما نحطهم سخنين؟ كرمال الكريم وكرمال الجبنة كرمال مع هيدا ما ينطبخوا صح بس يعني أنا ما بدي سقعهم على الآخر كتير ما مش كتير شوي بس ما يضلوا بالحرارة العادية يعني يهني فيها أوكي هيدا الكريم تشيز لكان بكعب ال مزبوط انا ليش عم بلش بالكيش لانه بده وقت اكثر بالفرن اوكي لانه رح نحط له بيض وكريم اكثر من الفويته بده وقت اكثر لينطبخ كيف ما كان هون يعني كشكل ما لهم ما بيأثر كثير هون شو بيعطي لك دهاليز 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 الكيش دهاليز الكيش هون شو بيعطيه؟ بيعطيه الطراوة نحن عم ناكله ما بيكون منشف عشان هيك بنحطه بكعب هيدا كريم تشيز مش كريمة عادي بس لا لا جبنة جبنة الكريمة الكريمة هون خلصنا رح ناخد هاي هيك بس شوي نوطيها هيك بتصير أهين شايفي دهنا شو أهين إذا بنحطها بالكيس أحسن نحطها هيك ما بنكسر الباك إيه هيك أنجأ من شدة عليها اوكي هيدي خلصت هيدي كم سنتي هون تقريبا شي 23 24 بتعمي كم شخص هاي تقريبا 8 ل 10 اوكي نحن هلا لانه ما بدنا ناكل بس كيش ايه اكيد هون شو راح اعمل اخذ حبق هذا الحبق راح نفرمه ونحطهم درايت توميتوز كمان ولا بالتارت درايت؟ لا الدرايت توميتو بالكيش بالكيش للفويتي عامل طماط كونفيت كونفيت مقشرة ومنشفة شوي منشيل أكيد البزر منها ولي شوي كتار أوكي ولي رح نحطهم كمان هلا هاي تقريبا هول الغراض كلهم رح نفلشهم هيك تتخيلي هلا الطعمه بين الدراي توميتو والزيتون والابينار والفتا وبيض هلا اخر شيء رح نعمل اباراي لاثنين هي الاباراي بيض وكريم هي رح نحط بالكيش بالفوتيه لتلقطوا شوي ليطلع مثل ما بيقولوا جامد ما يطلع اوكي بندورة بدنا ننتبه على الملح بهالرسات لان فتة فيها ملح والبندورة شوي فيها ملح نحن عم نملح خصوصا هلا بالاباري ما رح نكتر كثير ملح صح حتى بالفويتيه تبع الجو تشيز كمان بالجو تشيز عندنا ملح هلا شو رح نعمل اخر شيء من بعد ما نطبخهم ستيفاني رح نزين له وجهه من نفس الاغراض اللي بقلبه يعني نحط شوية زيتون على وجهه بس يظهر شوية دراي توميتو حبق فتة سنوبر الحديد هلأ هينة كتير هينة روسات كتير هينة حتى الفويته كمان هين نوزعهم تحت يطلعوا مع كل شقفة عم نقصة نعم حط بعد شي شقفة اثنين كمان ثلاثة هاي ثلاثة لستيفاني لأنه طعمتها طيبة تعرفي ليش ما بنقربوا لحدنا نحن عم نقذر ما بعرف ما بتلفتي لي نظري على هيك أمور على الهوى ما بلفت لك نظرك على هيك أنت لازم تنتبه لوحدك أوكي هذا الزيتون الأسود كمان الزيتون مالح بدنا ننتبه نقصه هيك كيف ما كان زيتون مفقع نحن مفقينه مثل ما دائما بنقول بس الكريم تشيز ما فيه ملح لا لا ابدا كريم تشيز دائما موسى يعني لانه بيطلع كثير مالح ايه لا اكيد كرمال هيك هلا بالاباراي
أنا ما بحب الأكلات المالحة كتير. ما بعود مبين شيء بالطعم. لا صح. يصير الملح يعني مثل ما يقولوا طاغي على كل شيء بقلبه. بفضل اكل بلا ملح مما اكل هلا عم. لا مش حتى بلا ملح كمان نفس الريزلت. ما بتقعد تحسي بطعم شيء. ايه بس لما يعني يكون كثير مالح في ناس بيزيدوا ملح بلا ما يذوقوا. بلا ما يذوقوا مزبوط. اهم شيء بالاكل يكون بالانسد تقدر تحس بكل الطعمات. واهم شيء نحل زيتون نحن منشيل العشوه لانه مش طيب لما نشتري زيتون مش طيب بنكون شربان ملح كثير بملح لنا حيلا اكلي عم نعمله صح اوكي وبغير كل الطعمه. شو بعد عندنا هون؟ شو عندك فتة؟ حط شويه فتة بعد في الابينار هلا نجي فتة كمان رح ناخذها هيك حتى لو فرفطت ما عندنا مشكله لان هي رح تكون بقلبها فرفطت ورح تدوب بعد النهايه فهي الفتة والزعم كمان كسرهم هيك بإيدينا عم تتخيلي هذا بكرة هيك واصل بليلة كريسماس على ألوان هلا هذا كله رح يتغطى بس مثل ما قلت رح أرجع زين الوجه. الكيش بيتاكل سخن دائما تياد ايه تياد مش ضروري يكون كتير سخن. فتة ما رح كتر اكثر ايه لانه مالح ورح شيلهم هلا بنرجع بنستعملهم بركي منزين التوب شيل فوق اوكي شو بعد بدنا؟ بعد بدنا ابينار هلا رح نخلص ورح نرجع نعمل ستيفاني الأبارين معقول الأساس اللي حطيتهم فينا ما نحط الإبينار كمان يعني قد ما في انجريديان ايه بس هو لأنه المطبخ المزبوط كمان الإبينار شغلة أساسية عندهم صح وهيلثي الإبينار هلا شو رح نحط؟ إبينار هيك رح نحط صنوبر يكون خلص ما ناقصه بقى غير البيض غير البيض والكريم والكريم Think of all the fun I miss. I think of all the hottest that I never been. حطهم كلهم. ما بدي أترك شوية للويج. للويج. شو قلنا بعد؟ شوية سنوبر. سنوبر بيعطيه هيك القرش اللي إحنا وعم ناكله. يعني تخيلي شكله بشهي لهلأ بعد ما. هلأ شو عنا؟ شوية بهار هيك. ملح مثل ما قلنا ما رح نحط شيء ملح ملح لانه في فتة والزيتون كلهم فيهم ملح درايد توميتوز صح هون تقريبا هون خلص شو رح اعمل؟ رح اعمل الأباري هلا تنلحق نفوته على الفرن هي رح نشيلها كلها هلا مستعمل ثاني خشبي كم بيض كم هون هو لتر الكريم تقريبا بده 8 انا هون عندي نص لتر رح احط 4 اوكي كتار انه هاي الروسات لكل الفويتيه لكل كيش فينا نستعملها بس منغير الحشوه ايه اكيد هيدي بتكون يعني فينا نعملها نحطها بالبراد اذا عنا إذا عندنا شي جمعة عم نعمل فيها تقريبا يعني كل يوم أو هيدا حطيت 4 4 بيضات هون شو رح نعمل؟ نخفق رح نخفق البيض شوي تياخد بعضه قبل ما نحط الكريم ليش نخفقهم قبل؟ لأنه إذا بدنا نحط دغري الكريم مش مخفوق بيعذبونا ليأخذوا بعضهم إلا إذا عم نعملهم على المكنة أكيد المكنة يعني ما عندنا بهالمشكلة وراح نسقطهم كلهم هول أنا زينهم قبل أوكي قدي قلت لنا؟ نص لتر هولي على 4 بيضات أوكي قبل ما نكفي فينا نخفف بيض؟ المشكلة لا ما بيلقط ما بيكمش بصير رخوة هو الهدف من هاي الطعمة دسامة وطلقطها شوية بهار رح نحط ملح كتير قليل لما تطلع بلا طعمة بالمرة هاي خلصت رح نخلطها دقيقة هيك مع بعضها
بنحطهم بنحطها فوق الكيش ودغري على الفرن. بعد عنا تاني التارت اللي هو اهيا من هيدا بشوي. فويتي جو تشيز كم شت هون خلصت. ناخذ اللي Let your heart be light. بدي كتير بس هيك. ايه ما بناخذها كلها بنحطها شوي شوي بدنا صح تنعرف قد ايه. ما رح احط اكثر، رح اترك التوب هيك مبين شوي. اوكي رح نحطه بالفرن. البقية بدنا نستعمله للتارت. البقية رح نستعمله اكيد للتارت. دايما بنحط على جريل تحت، اذا نقط شوي تقريبا بده. حاطط انا الفرن على ال 150 يعني نص حرارة حيلا فرن بالبيت. اوكي بدهم هيدا بده 15 مينتس حرارة خفيفة. وسط وسط. هلا شو رح نعمل نحن؟ رح نعمل سبريد تبع التارت. رح نعمل توميتو تابيناد اذا بدنا، ما رح نكتر. بندورة، صنوبة بارميزان أكيد. بارميزان يعني بنعمل زيت الشيب مثل مع حبق بس بنزيد. بيكون الأساس هو البندورة. بندورة مجففة. هيدي هي تقريبا. هون ملح كمان مثل ما قلنا، لأن في عنا بارميزان ما رح نحط ملح، وعنا البندورة كمان اللي فيها ملح لما تطلع سبريد مالحة. هون نسينا شغلة، هو زيت زيتون. زيت زيتون رح اقول لك ناشف. هلا لا تاخذ بعضها. شو طيبين؟ شو بتعملكم؟ هو اللي احنا بنعملهم ايش؟ بس احنا بنعمل يعني تقريبا اكيد نعمل شهر بالسنة لكل السنة. فيها ملح. اي اكيد. ليش فيها ملح؟ تحتها بساعدها انه تحفظها اكثر. تحفظها وتضاين. ايه اكيد تحفظها وقت. اوكي ها خلصت. شو رح اعمل انا هلا؟ بدي اعمل سبريد فيها بيستو ودراي توميتو اللي عملناها هلا وشويه صوص طماط تحتها. ما رح كتير بس لل اوكي. لكن هون مشاهدينا حطينا بدنا نحط بات فويتي. ما هيك مزبوط. هون بات فويتي اللي هي بات بريزي للكيش. بات بريزي للكيش للتارت بات فويتي 100%. فينا نعمل فينا الحشوات نبدلهم ما في مشكله. هيك قصدي يعني فينا نعمل الحشوه هونيك نحطها هون. نعم. اكيد اوكي فينا نحطها هون حسب. فينا هالحشوه اللي عم تعملها هلا نحطها بالبات بريزي 100% حسب كل واحد شو كيف بيحب البات. البات فويتي كمان بنشتريها. البات فويتي بتنشرى خالصة. وبنعمل زيت البروسيجر من قبل بنهار بس من بس صعب بالبيت ليطلع هيدا الحرف. لأن هيدا بده يتقطع ويرجع ينحط على الباز. كرمال هيك هيدي أصعب، هيديك أهين. كرمال هيك أنا بجيب بات بريزي. كمشتك يعني. كمشتني. هون شو عملنا لكان؟ حطينا بيستو حبق عادي. والبيستو اللي عملناها هلا اللي هي بالبندوره، وحطينا شويه صوص طماط. ليش شويه صوص طماط؟ تعطيها الاسيديتي وبتكون سبريدبل اكثر، ما بتكون قاسيه. اوكي هون تقريبا نحن هيدا كثير طيب كومبينيشن. ليش؟ لان عندك الاسيد تبع الجو تشيز، عندك الاسيد تبع الطماط. طماط خوفي تطلع بتاخذ العلي. اخر شيء شو رح احط على وشها؟ على وجهها بندق وعسل وسيبولات وبلسمك. اوكي هي خلصت. يا كمان وي سبريد. هون ما عندنا مشكله نحركها هيك. لا لانه قاسي ما بتنكسر مثل هيدي. اساس سبريد ليك قد ايه حطيت؟
لما تطلع ناشفة وتاكل، لأنه إذا بتلاحظي الطعمة كلها هون هلا. صح. أكثر شيء البيستو. والبندورة والأسيد تبع التومات يعني بتطلع غير شكل هاي التاكس. حتى هيدا التارت امبارح كنا انا ومشاري عم نحكي عن المنيو اللي عاملينا بقلب الكتالوج، عاملين منيو سبيسيال بيطلبوها المشاهدين، فيها كل شيء من كنابيه من ستارتر من مين كمان. هيدا التارت بقلب هالمنيو. اوكي. هيدا التارت بيوصل كمان لعندهم بالشكل اللي عم نعمله هلا. طيب اوكي، شو صار عندنا هون؟ لكن سبريد نحط هيك لنشيل هولي عن ايدنا. هون رح قصها هيك. ليش رح قصها هيك؟ لأن بدي كسرها تكسير. هون إذا بتلاحظي ستيفاني ما عم قصهم مرتبين، عم كسرهم تكسير. حيالله، لأنه بدهم يدوبوا. هني ما رح يدوبوا كليا، بس شكلهم حلو هيك. هلا بتشوفيه طالع نازل، منه كتير فلات شكله. وبس نحط له البندوره كمان اخر شيء والسيبولات. هلا شوفي كيف رح يطلع دعق الدق على الفويتي. هاي الفويتي كم قد ايه طبخينا قبل؟ هيدي كمان تقريبا مطبوخه شيء 25 دقيقه بالفرن. هون ليش بنطبخها بس محمره منيح؟ محمره لما تهوني بيض من هون. دكتور تنطبخ اكثر لانه وقتها اقل. ثاني مرحله هلا بدها شيء 10 دقائق ماكسيموم. اوكي. ليش بدها 10 دقائق؟ لانه ما رح نحط لها كثير بيض وكريم، يعني هي كل شيء بقلبها مطبوخ اوريدي بيتاكل، بس في البيض والكريم بده ينطبخ. تاتيانا قد ايه بعد عندنا وقت؟ دقيقتين. اوكي نحن هون لكان رح نحط هولي الجبنه، رح نرجع نحط البندوره والاباري ونفوته على الفرن. بس يظهر بنكفي له زينته مثل ما قلنا، لانه البندق اوريدي محمص. اوكي. مثل التلج. شايفي ما ليك ليك الكادر. ايه تلج بالاستوديو. بالاستوديو. اوكي هون خلص. مع الموسيقى كمان. على القد. في قنينة مبيد هلا بالبراد جايبها انا كمان. يلا. طيب هون لكن نحن خلصنا، شو رح اعمل؟ رح اخذ هالبلاتو، بدي اقص بس البندورة احطهم عليه. اوكي. وارجع احط البيض والكريم فوتوا على الفرن. نكون خلصنا. ليه ما بتحطهم؟ بديهم يفوتوا بقلبهم. اوكي. لا مثل ما هي ما بدي احطهم، عم بتعذب بالقص يعني. هيك واحد بس يقص، اذا بتلاحظي كيف عم قصها. صح. بدنا نفكر بالجوف. صح، نحن نحاول نهين على المشاهدين. صح. نتعب على اللي بدهم ياكلوا. صح. بتيستينج. بتيستينج هي تحصيل حاصل. هون لكان صرنا على اخر. رح نحط هلا خلطة البيض والكريم اللي عملناها. نعم. رح نفوتوا على الفرن كمان على نفس الحرارة. السيبولات البندق بس هيك يظهر. بس يظهر 100%. اوكي. اوكي. خلينا نحط الاباري. هون لكن شو رح اعمل ستيفاني؟ مثل ما قلنا نفس الطريقة اللي استعملناها بالكيش. رح نحط الاباري ونفوته على الفرن. فوتها. بس يظهر بدنا نكفي له زيته كريم وبيض. مزبوط. هلا بس يظهر رح نحط العسل، رح تحط البندق، رح نحط السيبولات والحبق لطيف والبلسميك على وجهه. ما رح نحط اكثر من هيك. نحن خلص وقتنا. صح. مشاهدينا هذا بده 10 دقائق بالفرن. اوكي. نرجع بنشوفكم بعد حوالي ربع ساعة، حوالي الساعة 12 إلى 5 بتيستينج. أتطلع. أحلى وقت. شو؟ هلا قبل التيستينج. تيستينج تايم. ما هيك؟ هون نحن خلصنا ستيفاني. انا خلصوا بطارياتي ما عم بسمعك. ما بقسم بطارياتي على حسابك. شي ما بيقسم.
اوكي هون مش ماشي الحال. اذا بتاخذهم الكاميرا بس لنشوف شو عملت. انت قل لي شو عم بيصير هون. ماشي طلع من الفرن رجعنا زينا له وجهه مثل ما قلنا بالانجريدينتس اللي حشيناهم فيها من زيتون سبانغ سنوبر الحبا. وهون كمان رجعنا شلناه حطينا له عسل على وجهه وبندق والسبولات وبازيليك. بازيليك يلا شو مندوق؟ شو رانيا؟ انا ردي بس ما قلي قلب انه تقصهم قد ما حلوين يعني. انا قلي قلب اخذهم على البيت كلهم. نبلش بالجو تشيز. مش معقول الوانهم شو حلوه. رح اعملهم هيك تنقدر نقصه. اوكي كثير بحب اعمل هيدا الشيء انه نزل الشيء يعني المقلي او عن ال لازم تشتغلي بفرن كل النهار بتعمليه. او ما شفجان او ما شفجان. شل لك الحرف ولا بديك الحرف؟ لا انا ما بدي حرف. انا بدي الحرف ثاني. هيدي لا لانه العجينه شكلها مش معقول. كيف عرفت ان انا بشيل الحرف؟ انا بحب الحرف حرف البيتزا بحبهم ولا ما بحبهم بس هيك باتريتي بفضل اكل الحشوه. بس نحط له رانيا شقفه. يلا بلشوا بهيدي بكون انا قصيت ثاني واحد. يلا تفضلي. ما حدا طلب منا اليوم دخلك تحت ليه؟ ما بعرف قاعدين عاقلين عم بيستحوا كل يوم. أصلاً نحن من دون ما تطلبوا منفكر فيكم. طيب هون لكن رح نقص الكيش كمان مثل ما قلنا. ما في أحكي شو حبيته؟ ما فينا نحن speechless. يلا هيدا كمان هلا بدقوه هيدا بياخد العقل. بنكمل نحن بعدين ستيف. نحن خلص وقتنا لليوم. سوري جاد. بسيطة. نحن بدنا نكفي ندوق تحت الهواء. أكيد. ومشاهدينا خلصوا فقرات ولدان لليوم. أنا برجع بشوفكم اليوم نحن شو؟ تنين. تنين؟ برجع بشوفكم الخميس. ما تنسوا البسمة على وجهكم. باي باي. We'll be right back.